بغض النظر عن هي كانت هي شيعيه او سنيه. لا لا هي شيعيه. هي بالضبط. مو كلامي، كلام الحلبوسي وكلام الكرد وكلام الديمقراطي الكردستاني. سبب عدم حضورنا. بالضبط. اي مو لانه هي شيعيه بغض النظر عن المسميات، لكن خلينا نحكي بصراحه هي شيعيه ولا لا؟ هي شيعيه، لكن احنا نحكي على سبب حضورنا. اي سبب حضورنا، يعني عدم سبب حضورنا مو لانه هي شيعيه مثلا او لانه هي سنيه، احنا كان عندنا اسباب. خلينا نتكلم بشكل واضح وصريح. احنا يعني هذه جلسه البرلمان هي ضحك على الذقون. ضحك على الذقون. اكيد، خلينا نعترف قدام الناس، يعني احنا لماذا والشعب العراقي اليوم اصبح اكثر وعيا من ذي قبل، واكفت نقطة اكدت عليها المرجعية، وقالت في احد خطبها المباركة، قالت بانه ترى الشارع العراقي بعد المظاهرات يختلف عن ما بعد المظاهرات، فكون انت يا كتل السياسية يا طبقة سياسية انتبهوا الى هذا الامر، يعني ما تقدرون تمررون عليهم حلول ترقيعية او مجرد تقنعوهم باشياء واهية، يعني اليوم هي جلسة البرلمان عندما اجتمعوا لتصويت للخروج، يعني تصويت لخروج القوات الامريكية، طيب حسب اي اثر قانوني؟ اولا اذا يقصدون اتفاقية الإطار الاستراتيجي، أول اتفاقية الإطار الاستراتيجي انتهت من 2008 إلى 2011، إضافة إلى ذلك لا يوجد هناك أي صلاحية لمجلس النواب في التصويت على خروج هذه القوات الأمريكية حسب هذه الاتفاقية، وفق المادة 61 رابعا يقول حقوق، يعني صلاحيات مجلس النواب فيما يخص قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 تقوم به الحكومة، الحكومة هي فقط التي لها الحق أن تقوم بتعديل أو إلغاء أو إبرام اتفاقيات أو معاهدات أو إلغاء، ولا يوجد هناك أي أثر قانوني حسب القانون الدولي. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا كان يقصد على موضوع الاتفاقية الأمنية الأخيرة اتفاقية سوفا، فليس لهم الحق بإخراجه، لأن هذا جاء بقرار من مجلس الأمن، وهذا القرار يقول بأنه قوات المشتركة، يعني الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي لها الحق بإنهاء الوجود أو استمراره وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لإنهاء الإرهاب. واليوم يعني القوات الموجودة هنا في حجة أما محاربة الإرهاب أما الوقوف بوجه إيران باعتبارها دولة مارقة. هذا خلينا نعترف بهذا الأمر. يعني هل الأسباب اللي خلت النصر متروح؟ خلت المتروح لأنه ماكو أثر قانوني. إحنا اليوم ليش نضحك على العالم بأنه اليوم إحنا رحنا وقدام العالم بأنه إحنا اليوم صوتنا على شيء لا يوجد له أثر قانوني؟